أنا اسمي تريزا أنطول، متخرجة من فنون جميلة اسكندرية 2014، قسم نحت دفعة ميداني، وبشتغل في مجال الفن وبشارك في معارض و symposiums وبروح workshops برا، وبدي ساعات workshops ناس في اسكندرية وفي سينا، يعني في كذا حتة. تجربتي هنا ان انا مفروض ان احنا الملتقى اسمه او ليه علاقة بالفن والبيئة، هو اسمه EcoArt، وبنتكلم عن فنان اللي هو جيرهارد ريختر. فهو ده الشغل اللي انا يعني مفروض ان احنا في خلال السيمبوزيوم الفترة اللي هي 4 ايام، مفروض ان احنا بنحاول كل فنان يطلع شغل ليه علاقة بالفنان ده او انسبايرد منه من شغله، وبعدين مفروض نجهز زي هتبقى لوحات او حاجات في الشارع للأطفال هيشتغلوا معانا، واحنا هنشتغل برضو في كرة في الأقصر. ففي الأيام دي مفروض أنها شغلي، أنا بشتغل برضو هعمل نحت، بس لسه مفروض أنها هميكس حاجات مع ده، هيبقى installation واحتمال يبقى collaborative work، فلسه كل ده كله قايم على البروسس حسب ما الشغل هيودينا، يعني هنشوف ايه هيحصل، لأن هي أنا شايفاها عبارة عن experimental work و experimental time to explore. بس فهو ده اللي بيحصل، وبعدين بس كده. شكرا. أنا أميرة عادل، فنانة تشكيلية، بشتغل بيت وبعمل ووتر كولر. دخلت في ورش كتير بحكم طبيعة عملي كأخصائي ثقافي في قطاع الفنون. هنا في الملتقى، ملتقى الفن والبيئة، هي الفكرة، فكرة العمل قايمة على مجموعة ورش اختارت في تخصصات مختلفة، طبعا نحت وتصوير. اختارت في الورشة ثلاث مهام احنا بنأكد عليها طول الوقت. هي اختارت المفروض انه في فنان عالمي اللي هو جيرهارد ريختر، يعني كل حق احنا بنشوف فيلم عنه، وكل حد بيشوف ممكن ايه التقنيه اللي تضيف له حاجه عن شغله او كده، وايه ازاي التكنيكال شغل الحاصل معاه وازاي هنستفيد منه. المفروض ان كمان الورشه قايمه على اعاده تدوير المواد البيئيه او المواد الطبيعيه اللي هي من التربه الزراعيه، و واخترنا كمان الورق كخامه نعمل منها عجينه، نعمل ماسكات وتماثيل منحوتات يعني. بس كل فنان عليه انجاز عمل من الاعمال، وكمان في هنعمل لوحات جداريه، اخترنا تيم من كره الصعيد ننفذ فيها النشاط وننفذ الجداريه. طول الفتره بنعمل ورش مع الاطفال نفس التزامن يعني طول مده الملتقى، ونتمنى نحقق المرجو منها طول الوقت. التجربة بتاعتي ليها علاقة بمفهوم الفوضى، بقى لها فترة، بقى لها 2013، وما عنديش منهج معين بترجم الفوضى بيه، ولكن الفكره هي اللي بتملي عليا طريقه الترجمه، سواء يطلع الريزلت الاخير اعمال تصويريه بينتنج او دروينج او انستليشن او كذا. يعني مش مهتم بفكره الوسيط على قد ما مهتم بفكره ان انا خلال بحثي عن مفهوم الفوضى بلاقي حاجات فببدا اشتغل عليها وبتطلع منها نتائج، وهو المشروع كله مبني على ان هو اثناء الرحله دي بيحصل حاجات، فالحاجات دي زي دوكيومنتيشن عن الريسيرش ده. هنا لما تم دعوتي للسيمبوزيوم حبيت ان انا اجرب طريقه ريختر، عشان خاطر هو سيستماتيك قوي، وده يعني النقيض اللي انا بعمله. انا سايب نفسي الابروش تايم مفتوح تماما، لكن هو نفس الكلام، بس هو بيقرر امتى يقف، انا مش مقرر لسه امتى اقف. كمان في طريقه
اللي هو ازاي يقدر ينهي التجربه. يعني هو بيعمل سحب كده على اللوحه بكذا كذا طريقه, فهو بيقرر امتى يوقف. انا مش مقرر, فهو هو ده النقيب. هو عنده سيستم معين شلون بيبدا يبني بيه العمل بتاعته. انا ما عنديش, فهجرب الطريقه بتاعته في اعمال بينتينجز واشوف ايه اللي هيطلع. يعني انا هنا مهتم اكتر بالتجريب والعمل في مجموعه, بسمع من فنانين تانيين افكارهم وازاي بيقدروا يترجموها عن طريق الاعمال بتاعتهم. فده اعتقد برضو مفيد ليا ولكل فنان مشترك في السيمبوزيوم. ميرسي. انا فريه السيد محاته, شاركت في معارض قبل كده وسيمبوزيومات. من افضل الحاجات الشيقه بالنسبه لي فكره ان الفنانين يتفاعلوا مع الناس بشكل مباشر, لان الفنان طول الوقت بيبقى شغله في الجاليري, يعني بيبقى بعيد بشكل او باخر عن الناس. ايكو ارت او مشروع ايكو ارت انا حباه لانه هو بيكسر الفجوه دي او بيكسر الحدود دي, وبيوصل الفن للناس وبيتفاعل معاهم من خلال تجربه 18 يوم او 17 يوم بالظبط. في تجربه من خلالها مع شغل مع الاطفال, وقد ايه الشغل ده بيبقى ممتع لان هو بيبقى مش 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 عارفين اخره فين, لان الاطفال هي طاقه شغل يعني غير متوقعة النتيجة في الشغل معاها. كمان هما بيحبوا ده قوي وبيحبوا يلعبوا بالألوان, بيحبوا يلعبوا بالخامات, فده هيبقى شغل لطيف يعني بالنسبة لهم. وفي جداريات هننزل بيها للشارع نفسه, هنعمل بيوت في كرة. فاحنا يعني بنحاول نوصل مسج صغيرة ان الفن مهم قوي انه يبقى قريب من الناس, ان ده هيغير كتير في حياتهم وفي سلوكهم, وهيغير حتى من طريقة تفكيرنا احنا في شغلنا. اياد عرابي, فنان تشكيلي, ويعني الخلفية العلمية ليا ان انا جاي من تصوير ذاتي في الميديا, و يعني من فترة طويلة جدا بجانب الفن الواحد يعني انا مهتم جدا يعني عملية مشاركة المجتمع في يعني حالات تطور او حالات خلق اعمال فنيه, وايه انعكاس ده على حالات التحول الاجتماعي من خلال ممارسات يعني فنيه مجتمعيه. ف يعني احنا كنا مجموعه من الشباب فتره طويله بنحاول ان احنا حقيقي نعمل يعني زي كيان صغير لينا من سنه 2009 الفن والبيئة. والمشروع تعاون ما بين المؤسسة عندنا فن الناس للناس وروبرت بوش فاونديشن وجوتا كايرو. والمشروع يعني مفهومه جاي من الاسم اللي هو ايكولوجي لايك او البيئة. ياسمين اوبرو بيني انا وياسمين اوبرو مدير الثقافية روبرت بوش سايت, بحيث ان احنا بنحاول يعني نربط ما بين يعني مصر والمانيا في العالم الفني, وازاي ان احنا نبتدي نجيب مجموعه من الفنانين الشباب ونبتدي نطرح اعمال فنان اخر علينا, بحيث ان هو يكون الارضيه المشتركه ما بيننا. لان كنا بنعاني في المنتقيات اللي فاتت ان مفيش ارضيه مشتركه ما بين الفنانين, فبالتالي لما يجي يقول الفنان بيبقى يعني حابب ان هو يعمل عمل خاص بيه. او هنعمل ايه اللي نبتدي نتكلم عن سياسه التعامل مع الاطفال نفسها في خلال الورش نفسها, طبيعه الاطفال من قريه لقريه ثانيه, طبيعه الاطفال اللي دخلوا المدارس او لسه ما دخلوش المدارس, وهل ازاي نبتدي نتعامل معاهم في الحالات مثلا الطفل اللي بيبقى مش عايز يرسم او عايز يرسم او يعني في الحالات دي كلها نبتدي نتناقش في ايه اللي بيحصل. وده كان بيبقى يعني في الاجتماع التحضيري اللي احنا بنبتدي نقول احنا هنبتدي نعمل 1 2 3 4. المشروع ان يعني يبتدي يعني نخلق حاله عمل مشترك او عمل جماعي, لان المشروع بيهدف الى
منتج الاخيري المنتج الاخر ليه اللي هو المعرض الختامي للملتقى. المعرض ده لازم يكون عمل مشترك ما بين المجتمع وبين الفنانين. فبالتالي يعني هو مش بشخصية الفنان المستقلة، لا هو بتكامل الاعمال كلها. فبالتالي تكامل الاعمال كلها هو او الحالة الواحدة للورش والتحضير والاعمال الفنية بتاعت الفنانين، ده معناها نجاح الملتقى. اللي هو الطوب اللي مش محروق، فبنجيب البريكات الطوب دي ونقول للاطفال ده بريك توب اللي هو موجود في اي حته في الشارع، وبنبتدي نفتفته مع بعض، وبعد كده نخلطه بنسبه معينه مع الميه، وبعد كده نصفيه من الشوائب، ونبتدي نعمل بيه عجينه صالحه ان هي تبتدي تستخدم في اعمال نحتيه. الورشه دي كانت مبنيه على ان احنا بناخد الورق ده وبنقطعه مع الاطفال يعني حتت صغيره جدا، والمفروض ان احنا بنبيته في الميه فتره، وبعد ما نبيته في الميه بنبتدي ايه نبتدي نخلطه في الخلاط او نبتدي نخليه يعني عجينه ورق، وكده بنحطه على يعني زي شاسيه كده وعليه سلك بحيث ان احنا بنصفي الميه ده. وابتدينا نعمل البروسيس دي فرش عمل لمده 3 ايام، وكل يوم بنعلم مجموعه جديده من الاطفال ازاي ان هم يعملوا الورق، وكل طفل كان ايه او كل طفلين كانوا بيعملوا يعني شيت ورق 50 70 مع بعض. الورشه بتاعت المسكات، ورشه المسكات دي برده كان يعني ليها علاقه باعاده التدوير، ان احنا كنا بنجمع جرايد قديمه وبنبتدي نستخدم الجرايد دي ان احنا بنقطعها شرايح مع الاطفال، وبنعمل بالونات، وبنبتدي ايه يعني نحاول ايه اغلف البالونه كلها بالجرايد دي ومع الغير الابيض، وبحيث بعد كده بنروح حصنها بيبقى في 2 ماسك، وبعد كده يبقى في مجموعه ثانيه بتشتغل عليها ان هي ترسم. اعمل الالوان نفسها من خلال البودره او الاكاسيد الموجوده محليا، وابتدينا يعني نحطها خطوه خطوه ازاي ان احنا بنستخدم لون البودره دي، بنبتدي نخلطها مع نسبه معينه من الميه مثلا 2:1 3:1، وبعد كده بنبتدي حاطين نسبه غيرها على اللون دوت ونسبه حط الغيره ده بحيث ان اللون يمسك الورق، وبنلاقي ان الاطفال بتبتدي واحده واحده تروح ايه متعلمه ازاي ان هم يبتدي يعملوا لونهم باشياء متوفره موجود حواليهم يعني بارخص الاثمان كمان. اول حاجه نفخنا البالونه، وبعدين جبنا غيره وبعدين غيره بيضة، وبعدين كبينا ميه، وبعدين جبنا ورق جرمان وعملناها هنا في البالونه، وبعدين اخلصوا بالونه واحده اجيب الثانيه زي كده اجيب الثانيه بس. واخر حاجه هتدور كده. متشكرين يا فندم. ميرسي. انا النهارده عملت لون، حطيت على لون بودره، حطيت على البودره ميه، بعد الميه حطيت غيره، الغيره حطيتها عشان اللون يثبت في الورقه. شكرا.
بجانب ان احنا بنبتدي نحلل في الاعمال نفسها او فلسفه الاعمال، بنبتدي نبص على التقنيه بتاعه الفنان نفسها، وبنشوف ان مثلا ريختر ابتدى يستخدم يعني اليه سحب في الالوان بتاعته، وابتدى يعمل تول خاصه بيه، لان هو من الفنانين اللي هي بتعمل الوانها الخاصه بيها بدنسيتي معين او بقوام معين او بصبغه درجه صبغه معينه جدا، ويبتدي يعمل تول جديد ليه هو، بحيث ان هو يبتدي يعمل بيه التعبير. فابتدينا نشوف ان احنا ازاي نبتدي نربط ما بين المجتمع وما بيننا احنا كفنانين وما بين الاعمال بتاعته او آلية العمل نفسها. بالتالي قلنا ان احنا ممكن نبتدي نشترك معانا، يعني ورشه النجاره بتبتدي تشتغل معانا دايما، بحيث ان احنا نبتدي نعمل التول ده مع بعض ونسلمه مع بعض ونشوف ايه اللي متوفر عندنا، طبعا مع اختلاف يعني الموارد اللي موجوده حوالينا. وطبعا يعني بتروح للنجار تقول له انا عايز اعمل حاجه، فهو بيقول لك طب ده ليه وايه عايز ليه، فتقول له بس احنا بنسحب بيه لون، طب بنسحب بيه لون، نبتدي نحكي له قصه الفنان، ونبتدي ايه يحصل حاله تشارك ما بيننا وما بين المجتمع فيه، وبالتالي نبتدي ننقل الخبره دي كمان من الفنانين للاطفال، بحيث ان احنا نبتدي نعمل لهم برده ادوات بحيث ان هم يبتدوا يتعلموا او يبتدوا يتعاملوا بعقليه سحب اللون. We'll be right back.
لا واقفين جينا في قريه العزبه وجينا في قريه الحرزات وعملنا فيها مجموعه من الاعمال النحتيه وعملنا ورش عمل هناك برضو في الفنانة حوريه ورا في الفنان احمد ايوه في الفنان اميره الفنان اميره فين اميره جوه ايوه ايوه الفنان اميره في معانا ياسمين برضو احنا عندنا دلوقتي المعرض هيبقى يعني شغال هيبقى عندنا عرض للفيلم اللي هو وثائقي للورش كلها وكل اللي عملنا عملناها ماشي